على اليمين راح يلعب محمد السبتي، سليماني السنغالي، وملعوبة الآن خيطان يلعبها في وسط الملعب، تعود بيزي يلعبها خاطئة وسريعة للنظر ويحاول يحطها بالجول. الله جول لنادي خيطان من لاعب الكويت السابق، اللاعب الحقيقة رجعها لمن؟ رجعها للهداف للسريع. الله 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 الله، وضعها في المكان المناسب على مصعب الكدري، اصبحت صعبه. شوف اخذها حلو، اخذها من المدافعين ومر، والشريده والهاجري وخطا الخبيزي يكلف الكويت. الشريده لاول مره يلعب في المكان مع حسين حاكم بعد فتره، هو لعب كقلب دفاع في فترات، لكن شوف التفاهم يعني، شوف ما شاء الله عليه ما شاء الله، سريع. مبارك مبارك نصار، يا سلام على المرتده الحلوه المنظمه. عمر الحبيتر يلعبها عرضيه والهاجري ولا زالت خطيره، لكنها انقطعت، الهاجري يبعدها وبالتسليم لوسط الملعب لطلال جازع، وجازع على اليمين هناك من العرضية من عبد الهادي الخميس ناحية روجيريو، روجيريو يمر، خطير روجيريو، خطير روجيريو، شيلها من أمامه، السلام يا سلام. ليماني السنغالي أيضا يبعد، وهذا الشيء يعني عنده ممكن في اللي نقول في الأوراق الموجودة. خلينا نشوف لعبة الهاجري، فهد الهاجري على اليمين، وممكن العرضية، ملعوبة العرضية والرأسية ولا زالت خطيرة، والكويت يضغط، والتسديدة حلوة، لكن شوف فهد الهاجري، فهد الهاجري ولما عادت مرة ثانية خميس خميس لعبة صاح، وحمد الحساوي 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 يلعب بينية، خطير وسريع النصار، خطير وسريع النصار، لكن تنقل فهد الهاجري. شوف 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 الكرة، شايف شوف وين راجع فينيسيوس للدائرة تماما، روجيريو برازيلي لبرازيلي، وها كرة خطيرة لنادي الكويت تنقطع، وكرة إلى رمية تماس، كرة الحقيقة المرتدة السريعة واضحة، والمحاولة عمرو أحمد يلعبها على النصار، والنصار يتقدم، والنصار يعني ما هو آلة داخل الملعب. على العموم خيطان بيبحث عن هدف ثاني، والفوزان الله 20 الفوزان. شوف 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 شماله، عنده شمال، وفعلا صاحب الكرات المرتدة بينية حلوة، وفهد الهاجري يتقدم وبيشوت، لكن أقرب لحارس هذه الكرة. شوف اللي وصل لداخل 18 هو الظهير الأيمن لنادي الكويت، اليودري تعمل الربكة لدفاع نادي الشريدة. فهد الهاجري على اليمين، الكويت يعلي كرة أرضية يعني ما هي عالية، وهذه خطيرة روجيريو، ولكن يقول له العب يوم، مزعج دفاع نادي الكويت اليوم فعلا. هذه الكرة، وهذه أيضا روجيريو يعني تبره بريتشي، عبد الهادي الخميس يحتاج إلى المساحات، يحتاج إلى المساحات. محمد السبع، شوف خميس سريع، شوف القدم هناك، والخطأ يحتسب حكم مباراة دقيقة 34، خطأ لعبد الهادي الخميس، حاول يمر عبد الهادي الخميس على سرعته، وبيمر من سليماني، والخميس وين بيلعبها؟ الخميس يلعبها على اليمين، جازع طلع، جازع بيلعب كرة أرضية ينزلها، وخطيرة ولا زالت، وجول وجول، خطيرة اللعبة، الكويت يعود، الكويت يعود في دقيقة 7. شوف شوف جازع، شوف هناك طلال جازع لعب كرة حلوة، وشادي الهمامي يتابع في الكرة ويلعبها على طول، والمتابعة للخميس رأسية، وفينيسيوس بالمتابعة يضعها داخل المرمى في الدقيقة 37. فينيسيوس، شوف الهمامي، وشوف الخميس، والكرة خلاص هي بتدش، خلاص بتدش. البرازيلي فينيسيوس ليسجل هدف التعادل 1-1. إذن الكويت
يعود للمباراة بهدف وبنقلات ثلاثية جميلة الحقيقة ما بين عبد الهادي الخميس، طلال جازع، فينيسيوس والهمامي، لما لعب لعبة ختمها فينيسيوس داخل المرمى. طلال جازع يلعب العرضية والعرضية خطيرة، أوروجيريو ممكن يشوت تضرب برا مع دقيقة تقريبا 39 أبعد ثاني تهيئ، والتعادل إيجابي 1-1 في الدور نصف نهائي دقيقة 34 أحمد العلي كم المباراة، هذه الكرة اللي احتسبها لمسة يد جهة اليمين وراح اليسار، والمخرج مصر انه يعطي علي مندني لمسة الهمامي، هناك اثنين لنادي الكويت، جازع وبن جازع والهمامي هناك من فينيسيوس الى الهمامي، الهمامي ويحاول الخميس لكن اغرب لحارس المرمى ما في عخيطان الان ينقل على طول، ومبارك النصار، مبارك النصار بيحاول يمر، حتى الان هو متعادل مع نادي الكويت او الكويت بالاحرى هو التعادل معاه، فهد الهاجري والتمريره الارضيه الخطيره السريعه وممكن تلعب بشكل حلو وافضل من طبعا الحارس عنده شمال. شوف هذه الكره الخطيره الاولى بداها روجيريو، الخميس على اليسار بيلعبها للخميس، عبد الهادي الخميس يحاول يمر ويشوت، اوه الحظ ساعد منه، ساعد حارس المرمى وليس يساعد طبعا الخميس، شوف مرت اوه وغلط تماس حسين حاكم، حاكم يوسف خبيزي، حسين حاكم مره ثانيه، شوف 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 اللعبه هذه، فينيسيوس يضغط عليه ما يتركه سليماني، تابع على طول وفي صافرة وفي خطأ، عمل الانذار مبكر جدا وراح عمل خطأ آخر يستحق الانذار، ارحمه الحكم يعني تعامل معاه بروح القانون، لكن المدرب اسحبه حتى لا يطفر الثاني ويطرد. حسين حاكم شايد تضرب في دفاع خيط، بيلعب الركنية شيلها دفاع خيطان، روجيريو يا سلام على روجيريو المرور الأول وخطيرة هذه لو اللعبت لكنها برا الملعب، طلال الأنصاري ويضغط عليه طلال الأنصاري ولا زال روجيريو طلال الأنصاري إنما أقرب إلى فهد الهاجري، جرب نفسه ممكن يشوت، ممكن يشوت غير راية للهمامي الأرضية والمتابعة برا الملعب، اللي سجل هدف المباراة الوحيد لنادي الكويت وهذه رأسية الهاجري تحديدا مع نادي الكويت، وهذه الركنية الحقيقة شوف الهاجري ماخذ مكان حلو ولكن ما تلعب بهالصورة يا فهد الهاجري، شوف طلال جازع المتخصص الحقيقة بالركنية والكرات الثابتة اللي على الجانبية ويسلم صح، غير الآن يوسف الخبيزي من عمر الحبيتر للشوط الثاني، تمريره الان ملعوبه بالكعي، يا سلام حلوه وملعوبه وسريعه وخطيره هذه، مصعب الكندري يبعدها وسليماني بيحصلها يتركها، جول لنادي الكويت الان المحظوظ هو عبد الهادي الخميس، الآن الحظ يعود ثاني، شوف 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 لو لاعبها براسه من الأول، شوف هنا وقف ضربت فيه غير اتجاهها، عبد الهادي الخميس يحصلها على طبق من ذهب، عبد الهادي الخميس يحصلها على طبق من ذهب في الدقيقة 37، استغرب عجيب الهدفين يا ولد الكويت في الدقيقة 37 في الشوط الأول وفي الشوط الثاني، لكن أقول الآن شوف شوف الكرة، شوف الكرة تردد فيها أضربت فيه عبد الهادي الخميس ذهب لها وضعها في المرمى سجل الهدف الثاني، كم المباراة
شادي الهمامي أمامية، أوتافيو بيشيلها، خميس فيها ذكاء طان في هذا الخطأ الفادح كما عمل، يعني خطأ نقول. معاذ مشعل لعب تحت 20 سنة اجتهاده عبد العزيز الخميس، لكن الحظ انه أخطأ المدافع فيها، وهذه كرة خطيرة تبعد في لاعب على الأرض، خيطان يقوم مشي اللعب والفهد الهاجري، وهذه سريعة وخطيرة وملعوبة في مكان حلو، والخميس هو والجول، والخميس هو والجول، والخميس وين راح يلعبها؟ والخميس يلعبها لروجيريو راية، العبها انت على المرمى في الوقت اللي خلاص، في الوقت اللي خلاص الامور ولي العهد حفظه الله. وهذه الكرة شوف اللي خرج ليلعبها باخراجها والتصادم القير، طبعا مقصود من سليماني غير مقصود. متبقي دقيقتين، عبد الهادي سريع سريع وعطوه الفرصة، سريع والثالث، الثالث لا يفعل، المهاجم الوحيد وثلاث مدافعين، الخميس يغير اللعب باتجاه طلال جازع، لكنها صعبت على طلال وانتهت أمورها. وإلى الدقيقة الثامنة الآن، إلى الدقيقة الثامنة، شريدة 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 شريدة، قتل الوقت تماما واضح، بيروح عند الركنية وبيحجز ويكسب خطأ خيطان على شريدة شريدة، طالع ساحته طالع ساحته، خلاص عندي وصلت الدقيقة 53، وهنا يعلن حكم المباراة أحمد العلي بانتهاء المباراة. إذن ألف مبروك لنادي الكويت، هاردك حظ أوفر لنادي خيطان في بطولات قادمة لكأس سيدي سمو ولي العهد حفظه الله. الكويت يتجه إلى النهائي رقم 11 ليشارك فيه العربي والقادسية، وإلى المباراة النهائية يطمح بفوز آخر طبعا نادي الكويت ليصل للبطولة السادسة، ولكن يبقى القادسية متقدما 8 بطولات والعربي 7 بطولات، الكويت 5، كاظمة مرة واحدة والسالمية مرة واحدة. على الخير والمحبة التقينا، على الخير والمحبة يودعكم دائما حامد كميل، الميكروفون بعد الفاصل مع الزميل عبد الله الأنصاري.